حاجة تانية عارف خالص. ان انا واحد ليه من لا الناس. مركز. وطبعا الجميلة ريم البارودي والممثلة الشاطرة جدا هبة مجدي، واختي في المسلسل برضو انتصار، انتصار طبعا. حبيبي كريم ابو زيد، روح الجميله مي سليم اللي الناس اتضايقت منها، دي مي دي طيبه والله يا جماعه، ما حدش يعني مي يقفش مي عليها يعني. استحملت على الشخصيه بشكل رهيب، بس ده نجاح ليها جدا. انا قلت لها ما تقلقيش يا مي، يعني ده نجاح خلاص ليها. ده نجاح ليك يعني. شاهناز دي اي نعم هي مطربه، ممكن تخش افراح الناس تضربها. الكاست ده كان داخل المسلسل هو عارف انه هيحقق النجاح ده، او حاسس انه هيحقق النجاح ده؟ اكمل اخر درس خلاص. وعلياء الحسيني والجميل الاستاذ ايمن عزب، وحبيبي احمد عصام الممثل الرائع اللي هو السالك يعني، وهو من الناس الناجحه قوي، والاستاذ باسم رجب، استاذ هشام ادري، استاذ بقى الجميل استاذ اسماعيل فرغلي وربنا يكرمه، وانا مش عارف يا رب ما اكونش ناسي حد، ده الورقه اتكتبت لي، وعمرو شميس، التيم ده كله كان متوقع انه يحقق النجاح ده بصراحه؟ والله انا كنت